أولا المضاربة بالحبوب ما كانش، ممكن المضاربة بمنتجات الحبوب اللي هي السميد ولا الفارينة ولا اللي هذا رجع إلى تذبذب في نوع ما في السوق، ولكن الإنتاج موجود وموجود بقوة وبكثرة. وهنايا الإنتاج هذايا رانا احنا في نفسنا رانا حائرين وين راه يروح، بما أننا في مرحلة كيما هذه اللي على اواخر مرحله الحصاد، ستادير ماهيش بعيده، عندنا شهر ملي كملوا الحصاد، والانتاج في القمح الصلب يكفي الجزائر لمده عام ونص. وهنايا رانا نشوفوا باللي بعض من المنتجين ولا بعض من الاخر يتكلموا على المضاربه، وحتى في الاسواق نشوفوا باللي كاين نقص في السميد. هنا ماذا بينا كل الاطراف تاخذ المسؤوليه، وهي ممكن ثانيه حتى المضاربه اللي في ماده الشعير ولا في ماده، وهذا يرجع علاش ماذا بينا احنا الدوله تشري هذا الشعير، تشريه بقيمته اللي تليق، على خاطر راهو يتكلف للفلاح، وماذا بينا يكونوا الاسعار ملائمه باش الفلاح يدفع كل المدخرات تاعو. وموجب لي ربي ليومنا هذا ما كاش الفلاح اللي راه يشد عنده، على خاطرش الانتاج لازم يدفعوا التعاونيه الحبوب، على خاطرش ما يقدرش يشدوا لانه مسؤول، هذه حصاده، هذا تراكتور، هذا مواد الانتاج. وهنا ما نشوفش باللي الفلاح اللي يمارس المضاربه، الفلاح ماهوش معتاد انه يتضارب ولا يمارس المضاربه في المنتوجات نتاعو، هو محتوم باش يبيعها. ممكن كاين بعض الاطراف اللي تستغل ضعف الفلاح وتشتري وتتدخل، احنا ماذا بينا كل الوسائل تاع الدوله تتدخل باش هذا الانسان اللي يكون وسيط ما بين المنتج والمحول، يا خويا اللي لازم يدي حقه يدي حقه. والله هذا اولا كي نتكلموا على القمح اللين نتكلموا له بثقل، احنا كمنتجين تاع الحبوب، علاش اولا النمط الغذائي تاعنا بدلوه لنا. لو كان نرجعوا تقريبا شويه للماضي، الجزائري كان يستهلك اكثر قمح صلب اللي هو السميد والفارين والسميد والعجين تاعو، كان يديرهم من القمح صلب، وثاني يستهلك حتى الشعير. اليوم لقينا المواطن الجزائري يستهلك في الفارينه ويخدموا هذه لا باغيت فيانواز ولا الخبز هذا بكثره، وهنايا حتى الخبز هذا فيه كلام، كاين مضاربه كبيره في 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 العدد نتاع الاستهلاك نتاع الخبز. علاش احنا ما نشوفوش باللي الجزائر يستهلكوا كاع هذا الشيء، لانه كل يوم عندنا تقريبا مليون خبزه ولا 10 مليون خبزه تترمى، هذه المجمعات الاستهلاكيه ولا لي ريستورون ولا لي كونتين في الجامعات، نلقاوهم ديما لو كان تروح للسل تاع الاخر تلقى نص كبير تاع خبز راه مرمي، وهذا كله مستورد. وكي ندخلوا في السياسه العامه تاع الانتاج نلقاو باللي الدوله امام حتى على راسها سيد رئيس الجمهوريه يحث الفلاح باش ينتج القمح الصلب. القمح الصلب ما كاش الدول الكثيره في العالم اللي تصنع القمح الصلب، لازم لها عوامل طبيعيه مثل الجزائر باش يكون القمح الصلب ذات نوعيه وذات مردود وبروتين رفيع. احنا في الجزائر تقريبا رانا الرابع ولا خمسه دول عالميين في انتاج القمح الصلب، نقدروا نكثفوا من الانتاج تاعو، اليوم رانا تقريبا في اكتفاء ذاتي من القمح الصلب، نقدروا نكثفوا من الانتاج بفضل كل الدعم اللي جينا من الدوله، ونرفعوا من مساحات الانتاج وننظروا في النوعيه نتاع البذور نتاعنا والمكننه وكذا باش نرفعوا في الانتاج، ورايحين نديروا فائض، وهذا الفائض عوض نبيعوه كحبوب، رايحين ندخلوه في الماده التحويليه ونبيعوه للجيران ولا لافريقيا ولا نوردوا به الاسواق العالميه بالليبات بالمقارون بالسميد بكذا، وهنا راح يكون عندنا مدخول زائد باش ندخلوا نشروا الفارينه، وما كاش دوله في العالم اللي تنتج كل شيء لروحها، نبيع ونشري. وهنايا الموازات راهي مليحه، وحتى قرار رئيس الجمهوريه المره اللي فاتت قال لهم حنايا لو كان نمشوا المردود تاع 30 قنطار في الهكتار على مساحه 3 مليون هكتار راح نوصلوا ل 9 مليون طن ولا 90 مليون قنطار، وهذا شيء وارد وممكن، ولكن تضافر الجهود كبيره، وحتى رئيس الجمهوريه رانا نشوفوا باللي دار بزاف قرارات. ماذا بينا كل الناس
كل اللي لازم يدخلوا كوزارات ولا كقطاعات باش يكونوا جنب لجنب الوزارة الفلاحة والفلاح في نفسه باش نوصلوا لهذا المردود اللي تكلم عليه حتى سيد رئيس الجمهورية. وهذا ممكن جدا، ممكن ما نلحقوش في الأوائل الأعوام الأولى، ولكن بالممارسة والتقنيات راح نوصلوا ممكن 50-60 مليون قنطار إنتاج وطني، وهذا تقريبا يكفينا ويجعلنا في أرياحية كبيرة، وحتى ممكن نصدروا منه. والله احنا من بين الاقتراحات اللي قدمناها للدولة وعلى الوزارة تاعنا منها هذا استيراد الجرارات، وكنا نناضلوا ماشي من اليوم، تقريبا عندنا 4 سنين ولا 5 سنين وحنا نقولوا بلي المكننة هي الأساس نتاع رفع المساحات الإنتاجية ورفع المردود. وهنا احنا نثمن هذا قرار السيد رئيس الجمهورية باستيراد المكننة المستعملة الأقل من 5 سنوات، ولكن ما نساوش باللي كاين قرار خرج منذ 2 عامين وهو راه ثقيل في التجسيد تاعو على مستوى وزارة الصناعة، حتى الملف تاعو كبير بزاف، اللي هو استيراد المكننة والآلات التي يفوق عمرها 10 سنوات وستدير رينوفي. وهنايا معناته ولا عندنا زوج القرارات اللي دارتهم الدولة الجزائرية في إطار المكننة، اللي هو المكننة أقل من 10 سنوات محسنة معدلة، والمكننة أقل من 5 سنوات مستعملة. وهذا راح يدير المستثمرين الفلاحيين الجدد وحتى القدم اللي عندهم إمكانيات أنهم يستغلوا المكننة الحديثة والمكننة الكبيرة باش يكونوا يرفعوا من المردود تاعهم ويرفعوا حتى في المساحة الإنتاجية. خاطر باش نفسر المجتمع ولا المشاهد أن الفلاحة ما تستناش الممارسة الحرث والبذر، عنده وقت، ولو كان ما نخدموش في هذاك الوقت راح يفوتني الحال. بفضل المكننة راح يكون عندنا أكثر إمكانيات أننا نخدمه أكثر مساحات، وهنا كي نخدمه أكثر مساحات راح يكون لنا أكثر مردود. ولكن بدأ بينا بزاف عوامل اللي تكون معها، مثل إلى كاين المكننة والمساحات أكثر ما معناته بدأ بينا تكون بذور أكثر على مستوى السوق، ويكون هنا أسمدة أكثر والأدوية أكثر، معناته هنا راح يكون كل عوامل الإنتاج مربوطة. وحنا نثمن بقوة قرارات السيد رئيس الجمهورية وهي في الصميم، وكنا احنا ناضلوا منها. وثاني كاين حتى قرارات أخرى من هذه الدعم نتاع الأسمدة عالميا، أسعار تاع الأسمدة راهي لا تطاق. الجزائر بفضل الغاز نتاعنا وبفضل المجهودات نتاع الدولة راهي كاين إمكانيات، وخاصة وزارة الفلاحة اليوم راه كاين دعم كبير ويخلي الفلاح يكون في أرياحية. اولا لازم نتكلم على سوق عالميه، ونتكلم على عده ماركات. الجرار نقدر نقول لك كاين من احسن الجرارات في العالم، جوندير ولا كاين ماركات ضخمه اللي عندها مكننه ذات نوعيه كبيره، وهذه المستثمر راهي في طاقته ينجم لها او عارف واش راهو يدير، باسكو المردود نتاع الجرار هذا اللي ممكن يسوى 2 ملاير يتكلف لنا 2 ملاير ولا حتى 2 ملاير ونص، راه يساوي مردود تاع 4 جرارات اللي نشريوهم بمليار. وهنايا كل واحد وقيمته، قادر انت تروح تشري تراكتور من الهند ماركة معتدلة ويسقام لك اقل. دوك انت كاينين الناس اللي كل واحد وشي اول تأويلات، الكلام مسرح الناس قاعد تهدر، ولكن كل حاجة تتبع بقيمتها. احنا اليوم رانا نشوفوا حتى المكننات تبعت هنا في الجزائر بأسعار متوسطة، وين اليوم رانا اصبحنا نص تاع الماتيريال اون بان ماشي الاخر، وما لقيناش حتى قطع الغيار على خاطرش نص منا. وهذا اللي يصنع الفارق في لاكاليتي نتاع المكننه، استدير في النوعيه نتاع المكننه وفي الماركات العالميه اللي هي تصنع مكننه اللي تبقى لك 20 30 سنه. تشري تراكتور تخدم به 5 سنين وتلقاه اون بان، وتشري تراكتور تزيد شويه سوارد، تشري تراكتور تخدم به 20 سنه ومازال عايش. ها هو الفارق اللي انا نصرفه لك. المكننه ماشي كيف النوعيه تتخلص بالقيمه نتاعها،
والحاجة المتوسطة ولا غير اوتوماتيك مو لقاوها متوسطة، والسوق العالمي مفتوح، تقدر تشري من فرنسا، تقدر تشري من ألمانيا، تقدر تشري من أمريكا، تشري من الدول العربية اللي عندها المكننة وما تحتاجهاش، تشري حتى من الدول الآسيوية، والسوق العالمي مفتوح. وهنا القانون تاع سيد رئيس الجمهورية ما حددناش منين لازم نشرو، بقى نستناو حنا القانون تاع الماليه هذا كيفاش رايحين يكون هذا الممارسات على مستوى الجمارك والجمركه تاعو، ولا حتى مع الاخر شحال راح تكون القيمه اللي لازم ندفعوها. برك ما كاش فرق ما بين سوق عالميه ولا واش راح نستهلكو هنا. اولا كمنتجين ولا كمستهلكين للمكننه ولا حتى المدخرات الاخرى، رانا نتكلموا على ماده استراتيجيه، انتاج ماده استراتيجيه اللي رايحه تصنع قوه الجزائر والجزائري في نفسه، سيتادير تصنع القوت، والقوت هذا لازم نصنعه. باش نوصلوا لهذا الشيء لازم تكون اكثر مرافقه من طرف الدوله، وخاصه وزاره الماليه اللي لازم حتى في هذه السنين بالذات، خاطر راهي كاينه ازمه عالميه جراء تبقيات الكورونا، وجراء الازمه العالميه الاقتصاديه، جراء الازمه ما بين روسيا واوكرانيا اللي خلات العالم كله في تذبذب. لو كان حنا ما نوقفوش كلنا مع بعضنا، الدولة كل مع الفلاح والإنتاج تاعو، ممكن هنا راح يكون نقص ويكون تعطل في الإنتاج. وهنا ماذا بينا وزارة المالية تسمح للفلاح باش يستورد هذه المكننة بأقل أسعار، وهكايا ما يبقاوش الناس يقولوا المكننة في الخارج راهي غالية، على الأقل رايحين نجيبوا مكننة والديوانة ما تكونش حاجة، تكون حاجة رمزية. وهنايا راح يكون تقبل اكثر من عند الفلاحين، وحنا رانا عندنا كل ثقه في سيد رئيس الجمهوريه تاعنا اللي هو راه داير عنايه كبيره 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 للامن الغذائي الجزائري. وحنا هذا اليومين رانا على تقريبا موعد مع الامن الغذائي العالمي والظروف اللي رانا عايشينها، حنا ماذا بينا يكون تدخل دولة مباشر وتسمح للفلاح انه يستورد بدون رسوم ولا بدون اتوات جمركيه كبيره. اولا السوق المحليه راهي مذبذبه حاليا ما عندناش سوق محليه، عندنا مؤسسات كانت تنتج في الاسكادي والاخر، وكاين المؤسسه الوطنيه بياماتي اللي يصنعوا الجرارات سيرطا في قسنطينه، ويصنعوا حتى الماسي فيرغسون ال440 الاخر 90 احصنه. وهنايا في واحد المرحله هذا الجرار حبس عن الانتاج وعاودوا رجعوا ليه، حنا ماذا بينا يسرحوا في الظرف الحالي، يسرحوا للمنتجين المحليين اننا ننجو مكننا على مستوى الجزائر. لازم نلقاو الحلول اننا ننجو المكننه تاعنا باش ما نكونوش في الاخر. وثاني ماذا بينا حنايا الناس اللي لهذا السوق اللي رايحه تنفتح هذا الاستيراد تاع اقل من 5 سنوات ولا اقل، راح يصنع لنا توازن نتاع كونكورونس، تقدر يولي المنتجين في بعضهم يتسارعوا شكون ياخذ السوق، وهنايا المكننه رايحه تهبط في القيمه، والفلاح راح يلقى راحته وراح يلقى اكثر تقدر مكننه منتوجات قدامه، ويولي يخير واش يكون عنده احسن.